رحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، وأرحب بضيفي وضيفكم في الفقرة الثانية من هذه الحلقة، السيد المهندس جمال حمودة مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والتعاون بالإدارة المركزية للتعاون الزراعي. برحب بحضرتك باشمهندس جمال. أهلا وسهلا باشمهندس. يعني حضرتك بتشرفنا في البرنامج لتاني مرة. أيوة يا فندم، أنا اتكلمت قبل كده. طيب خلينا في البداية قبل ما نتكلم بقى على القانون وتعديلاته وشروط العضوية والكلام المهم جدا اللي يخص كل مزارع مصري. أيوة. يخص كل فلاح. أدينا بنتكلم أهو. ادينا بنوعي علشان ناخد بالنا، نحضر الجمعيه العموميه ونعرف حقوقنا ونختار مجلس اداره سليم يقدر يدافع عن حقوقنا ويقدر يوفر لنا مستلزمات الانتاج ويقدر يحقق اهدافك. خد بالك من الكلام اللي جاي. بس قبل ما نبدا في القانون وتعديلاته، تعريف بسيط للاداره العامه للتوجيه والتعاون، دي دورها ايه بالظبط؟ يعني خلال دقائق مثلا. حاضر. الاداره العامه للتوجيه والتعاون احدى ادارات الاداره المركزيه للتعاون الزراعي. تمام. دورها وهي مخ التعاون. تمام. الاداره العامه للتوجيه هي اللي بتحرك التعاون كله على مستوى الجمهوريه. تمام. موجود فيها خمس ادارات. اداره التوجيه اللي انا شرفت ان اكون وكيل الاداره بتاعها ثم مدير الاداره بتاعها، واداره التوجيه دي وظيفتها الاساسيه الرد على الاستفسارات الوارده من المحافظات. وفي نفس الوقت المشاكل اللي تواجه الجمعيات اللي موجوده بنرد عليها، والحلول القانونيه تمشي ازاي. واذا قابلتني مشكله انا ببعت لاداره الفتوى لما المعالي المستشار القانوني. دي اداره التوجيه. بعد كده في اداره التخطيط، وظيفتها تلقي التقارير الوارده من المحافظات عن النشاط التعاوني على مستوى الجمهوريه للجمعيات التعاونيه الزراعيه على مستوى الجمهوريه ائتمان. وعددها 5429 جمعيه بما فيهم 13 جمعيه عامه. بعد كده باخد بعد كده اداره التدريب خاصه بعمليات التدريب. حلقه الوصل بين الاداره المركزيه للتدريب في الوزاره والعاملين بالاداره المركزيه والمحافظات. دي اداره التدريب. بخش بعد كده عندي اداره اسمها اداره المشروعات بتتابع المشروعات اللي بتقومها الجمعيات. لان من اهم نشاط الجمعيات مش مستلزمات انتاجه بس، لا تقيم مشروعات. فانا بتابع المشروعات اللي موجوده في المحافظات وبعمل تقرير بيها، وبتخش معايا تقرير سنوي وبنرفعه لمعالي الوزير بالنسبه لنشاط الجمعيات التعاونيه الزراعيه ائتمان. لان انا عارف البنيان التعاوني الزراعي يتكون من ثلاث بنيانات. اولا الجمعيات التعاونيه الزراعيه ائتمان، الجمعيات التعاونيه الاصلاح الزراعي واستصلاح وجمعيات طيب. استصلاح تمام. إذا يعني الإدارة العامة للتوجيه والتعاون دي إدارة مهمة جدا. زي ما حضرتك قلت تعتبر هي مخ التعاون. تمام. طيب خلينا نتكلم بقى بالتفصيل عن القانون 692 وتعديلاته اللي تم. قانون 204 سنة 2014. أمال إيه اللي 692 ده؟ قرار الوزاري الصدر بتشكيل لجنة الانتخابات. تمام. لأن مهم جدا وعاوزين نركز على موضوع الانتخابات. أيوه. وشروط العضوية. أيوه. والفلاح حقه إيه؟ ويعمل واجباته ايه؟ بالظبط. ما له وما عليه. تمام. انا بقول ان قانون التعاون الزراعي صدر بقانون 122 سنه 1980 وتم تعديله في عهد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقانون رقم 204 لسنه 2014 بتعديل بعض البنود فيه. لكن قانون التعاون الزراعي ليس به اجراءات انتخابات. فبعمل انا ايه؟ بيتعمل قرار وزاري من معالي الوزير بتشكيل لجنه من القانونيين، اللي هو القرار 692. تمام. ده تشكيل لجنه من القانونيين اللي هم مختصين باعمال الجمعيات، وفي نفس الوقت من الجهات الاداريه المختصه الثلاث جهات اللي احنا ذكرناهم اللي هي الاصلاح والاستصلاح والائتمان. ده القرار الوزاري، واللجنه دي بيبقى ليها انها تستعين بمن تراه لتنفيذ مصالحها وتنفيذ اغراضها، وفي نفس الوقت بتنبثق منها امانه فنيه مسؤول عن تلقي الاستفسارات وتلقي المشاكل اللي ترد من المحافظات والرد عليها في محاضر وبنرفعها لمعالي الوزير. تمام. اللجنه دي مهمه جدا. على فكره الانتخابات دي انا حضرتها من 81 من ايام ما كنا في التوجيه وتعيننا جداد، لان هي لو رجعنا لقانون التعاون الزراعي نجد الماده 43 بتقول ايه؟ يكون لكل جمعيه مجلس اداره يدير شؤونها لمده 5 سنوات. لما صدر قانون التعاون الزراعي سنه 1980 ولائحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم 1 لسنه 1981 وتعديلاتها، تم تشكيل جميع مجالس اداره الجمعيات. تمام. اصبح مجالس اداره الجمعيات بتتشكل كل 5 سنوات. في مجالس بينيه اللي هي ايه؟ انا دلوقتي عملت جمعيه وخلصت، في ناس ثانيه عايزين يعملوا جمعيه فبيعملوا جمعيه، يبتدي ال5 سنوات من تاريخ الاعتماد مجلس الاداره بتاعها. فاصبحت الانتخابات تمر كل 5 سنوات، 81 86
91 96 2001 2006 2011 2016 اللي صدر ليها القرار دلوقتي اللي موجود. بتبتدي الانتخابات من الجامعات المحليه ثم الجمعيات المشتركه. ونقول الجمعيه المحليه هي ايه؟ الجمعيه المحليه هي الجمعيه التي زمامها على مستوى قريه او اكثر. مستوى الجمعيه المشتركه اللي هي على مستوى المراكز الاداريه. وبالنسبه للائتمان عددها 138 جمعيه. على مستوى المراكز الاداريه ازاي؟ يعني مثلا اجي في المنوفيه في مركز اويسنا، كل القرى اللي في مركز اويسنا تشترك في الجمعيه المشتركه. تمام. في على مستوى المحافظه جمعيات على مستوى المحافظه اللي هي الجمعيه المركزيه على مستوى المحافظه، ودي ام الجمعيات. بتتكون من جميع الجمعيات المحليه والجمعيات المشتركه المشتركه فيها. ده بالنسبه للبناء. بس هو الاساس الجمعيه المحليه. المحليه الاساس. ولو فعلا انتخابات مجلس اداره سليمه في الجمعيات المحليه هيديني مجلس اداره سليم أنا في الجمعيه المركزيه. انا هخش بقى على حاجه، هقول ايه هي الجمعيه؟ الجمعيه وحده اقتصاديه اعضائها اتفقوا على هدف معين، لو واحد لوحده ما يقدرش يحققه. بمعنى ايه؟ احنا في القريه مثلا 200 واحد 300 واحد، مش ممكن واحد لوحده يشتري جرار، مش ممكن واحد لوحده يشتري آلة ري، مش يعني بنتحد مع بعض بنعمل جمعيه تعاونيه زراعيه لتحقيق هدفنا الزراعي. ادي فبيبقى دول بيسموهم اعضاء الجمعيه العموميه. طبعا الجمعيه دي وحده اقتصاديه، يعني فيها شيكات وفيها محاضر مجالس اداره وليها رصيد في البنك وصرف اسمده وحركه ماليه. مش ممكن ال 200 واحد او 300 واحد اعضاء الجمعيه العموميه هم اللي هيؤدوا هذا العمل. طبعا. بالتالي ال 200 واحد دول انا بنتخب منهم مجلس اداره. هو ده المخ بتاع الجمعيه، وهو اللي بيدير الحركه في الجمعيات التعاونيه الزراعيه كلها. ولو ان المخ قوي لسادت الجمعيه على مستوى الجمهوريه، واي تنميه في مصر لن تحدث دون الجمعيات التعاونيه الزراعيه، لان هي قاطره التنميه هي الجمعيات التعاونيه الزراعيه. هتعرف تمسك اعضائها، هتعرف تمسك الحيازات، هتعرف تمسك الدنيا كلها فيها. ادي ده بالنسبه لمجالس الاداره. ندخل بقى على ايه؟ على طريقه الانتخاب. طريقه الانتخاب، اولا مجالس الاداره عمرها 5 سنوات، قبل ما اللجنه اللي احنا فيها دي اللي هي اللجنه المشكله معالي الوزير بتقوم بدراسه اجراءات الانتخابات. هقول هفتح الباب الترشيح كم يوم، بعد فتح باب الترشيح افحص الطلبات كم يوم، واخد بال حضرتك، وبعدين اشوف ادي فرصه للطعون كم يوم، وبعدين اعلن المقبولين مبدئيا على باب الجمعيه علشان الناخب اللي جاي يبقى عنده وعي، يعرف ان فلان الفلاني مرشح. ودي احنا بنعمله كتاب دولي لجميع المحافظات وجميع الجمعيات، لازم يعلنوا البرامج الزمنيه على باب الجمعيه، ولازم يعمل اسماء المقبولين على ببني. بس هو في البدايه لازم اعلن عن اجتماع الجمعيه العموميه في مكان واضح، ده في الاخر خالص. ده هو البرنامج الزمني بيبدا ازاي؟ اول حاجه بعلن دعايه واعملها في الاجراءات، احنا عاملين مشروع للاجراءات دلوقتي هيوقع من معالي الوزير بخصوص هذه الاجراءات، ان لازم يتعمل الدعايه الكافيه سواء في الجوامع سواء في الكنائس سواء في النادي في النوادي الاجتماعيه بان في انتخابات جمعيات تعاونيه زراعيه. مين اللي يراقب الكلام ده؟ الاداره العامه للتعاون الزراعي في المحافظه. ما هو خد بالك والاداره المركزيه للتعاون الزراعي. يا باشمهندس جمال اتفضل يا فندم. خلينا نتكلم، يعني معلش انا بتكلم برضو بلسان المزارع. ماشي يا فندم. في بعض الجمعيات كل الكلام ده ما بيحصلش مكتبيا بس. لا احنا حضرتك هقول لحضرتك مين اللي يراقبه؟ اللي يراقبه الاداره المركزيه للتعاون فاتحه بابها، انا ببقى في مكتبي من الساعه 8 للساعه 5، المهندس محمد عبد الله من الساعه 7 ونص او من 8 لحد 6 زي ما انت شايف، انا ما رحتش بيتي. انا ما رحتش بيتي لحد دلوقتي. ببقى قاعد اي تلقي طلبات اي مواطن، واعتقد ان كتير جلنا وحلنا لهم مشاكلهم. احنا وظيفتنا نحل مشاكل الناس، نحل مشاكل المزارعين، واحنا لخدمه المزارعين. بس المزارع يتحرك. بس المزارع يتحرك يعرف ان ليه حق ويدور عليه. انا في الاول ما يبقاش قاعد ويتصل وعندي وعندي وعندي، اتحرك انت ليك. انا قلت حاجه قلت ان عندي 5429 جمعيه. مش هقدر امر على 5429 جمعيه طبعا معروف وانا قاعد. حتى لو عندي جهاز وظيفي ده انا احتاج جيوش عشان للمتابعه والمراقبه والكلام ده كله. لكن انا ارجو بقى اللي عنده مشكله يعمل كالاتي، يقدم طلب للاداره المركزيه ويرفق بها المستندات. ما اجيش الاقي ايه اعضاء الجمعيه كذا، اعضاء جمعيه كذا ده اروح فين؟ او اشوف مين؟ يقول لي فلان الفلاني في الجمعيه الفلانيه فيها مشكله كذا، واخد بال حضرتك، والمستند كذا بيقول حاجة كذا. حاجه محدده. حاجه محدده. يبقى انا لو نزلت، انا معانا الاداره العامه للمتابعه الماليه والتعاونيه بنزل لجان، وفي اداره التوجيه بنزل لجان للمحافظات، يقول لي الجمعيه الفلانيه فيها حته فيها كذا ومستندها كذا، انزل اخلي اللجنه تفحص لي وبتديني تقرير وبرفعه للسيد الاستاذ الدكتور رئيس القطاع وبنرفعه لمعالي الوزير. فاحنا بنقوم بدورنا، لكن عايز المزارع يتحرك،
عايز الجمعيه العموميه تتحرك، اصحاب المصلحه الحقيقيه، لان الجمعيات دي مش تبع الوزاره، الاداره المركزيه بتشرف عليها، لكن اصلا اموال الجمعيه دي ملك اصحابها، دي قطاع خاص ما هياش ملك الوزاره. الاداره المركزيه للتعاون الزراعي بتشرف طبقا للقانون كجهه اداريه، الجهاز المعاون اللي مع الوزير، وتشرف على الجمعيات وتتاكد من تطبيق اللوائح والقوانين والتعليمات على الجمعيات التعاون الزراعي، لكن ملكيه الجمعيه لاصحابها، السلطه العليا في الجمعيه طبقا للماده 34 هي الجمعيه العموميه. وانا عندي في رقابه نوعين على الجمعيات، في رقابه داخليه ورقابه خارجيه. الرقابه الداخليه عضو الجمعيه العموميه والجمعيه العموميه. الرقابه الخارجيه الجهه الاداريه المختص، تتمثل في الاداره العامه لشؤون التعاون الزراعي والاداره المركزيه للتعاون الزراعي والجهاز المركزي للمحاسبات. طيب باشمهندس جمال، خلينا نبدا كده من بدايه، من بدايه فتح باب الترشيح. فتح باب الترشيح انا الاول بعمل اعلان ان في فتح باب الترشيح، بعمل دعايه اللازمه عشان الناس تتقدم، واتمنى ان افضل العناصر هي اللي تجيني، واتمنى ان العناصر الشابه هي اللي تيجي، يعني ما يجيش واحد عنده 90 سنه عنده 100 سنه. انا عايز شباب، عايز ناس تتحرك، لان فكر جديد يا جماعه، فكر جديد، فكر جديد ووعي جديد وثقافه جديده، هو ده اللي مطلوب. النقطه اللي عايز اقولها ان الشباب دول هم طاقه المجتمع، هم الطاقه الاساسيه. احنا في 73 كسبنا الحرب ازاي؟ بالشباب المؤهلات العليا اللي دخلوا الجيش وضحوا بدمهم عشان البلد. اذا الشباب دول هم الطاقه للانتاج، وفي نفس الوقت الكبار ما استغناش عنهم، لان هم الخبره اللي بيحطوا الشباب على الخط. مفيش شك طبعا، مفيش شك بيحتاج خبراتهم. فانا بقول ان لازم نعمل الدعايه الكافيه للجمعيه، ان في انتخابات يوم كذا، ومش عايزها تبقى تزكيه، انا عايز يبقى في انتخابات، يبقى في منافسه، لان من مبادئ انتخابات حقيقيه، انتخابات حقيقيه من مبادئ التعاون ديمقراطيه الاداره. يعني لازم كل واحد، كل عضو يقول صوته، ادي ويدي رايه. كلام جميل والله يعني بنطبق، واقول لك على حاجه، احنا بنحدد كمان في الانتخابات تحت اشراف قضائي، يعني بنتصل بالنيابه الاداريه وبنتصل بوزاره العدل، وبيحددوا لنا قاضي لكل لجنه للانتخابات، وفي قاضي للطعون، وقاضي للجمعيه العموميه. وعملنا الجمعيات العامه اللي لسه الخضر والفاكهه بتاعت اسكندريه عاملينها، المتحده بتاعت الخضر والفاكهه في اسكندريه عاملينها، والخضر والفاكهه في القاهره احنا عاملينها هنا في مصر. فلازم نكون في قاضي، والانتخابات بتتم بمنتهى الشفافيه. تمام. ابدا بقى بالبرنامج. البرنامج المقترح هو لسه طبعا ما صدقش عليه، ان فتح باب الترشيح يبقى 5 ايام، وبدي 5 ايام فرصه للناس تحضر اوراقها. هو بيقدم الطلب ويقدم لي بطاقة سارية ورقم قومي واضح، وفي الصفة، بيقدم في الطلب الصفة، سواء فلاح سواء فات. أنا عارف إن الدستور قال لا يحتفظ لصغار الفلاحين في جمعياتهم بنسبة لا تقل عن 80% في عضوية مجلس الإدارة. فبالتالي هو بيقدم الطلب وبيقدم معاه المستندات الدالة على صفته، يعني بيقدم حيازته، لأن من شروط عضوية مجلس الإدارة أن يكون حائز بمنطقة عمل الجمعية. تمام. في الجمعيات كلها لازم يكون حائز، فيما عدا الجمعيات الثروه الحيوانيه والنحل والحرير، لان دي مش مرتبطه بنشاط الارض. اي جمعيه مرتبط فيها نشاط الارض لازم يكون حائز. فبيجيب لي الصفه، بيجيب لي صوره من البطاقه، من البطاقه الرقم. هل في شرط مساحه معينه؟ حائز لمساحه معينه؟ لا لا، يعني فلاح عنده قراطين، عنده قراط، يخش يدخل مجلس الاداره، يدخل يا فندم. تمام. يدخل يا فندم، ده كلام. وبعدين في حاجه، حائز بالملك او الايجار او وضع اليد. او الايجار، او الايجار، انا مستاجر، انا فلاح مهنه الزراعه، بس معيش فلوس اجيب ارض، فبستاجر فدان او نص فدان واعمل عقد ايجار وادخل بيه، وبيبقى لي حيازه وليا حقوقي وليا واجباتي وليا كل حاجه. وبعدين بيقدم معاه اقرار بانه غير مدين للجمعيه، لان من شروط عضويه مجلس الاداره الا يكون مدينا للجمعيه او لبنوك التنميه. حاجه كمان، لازم يكون مضت على عضويته سنه. ليه الشرط يعني انه المديونيه؟ اقول لك ليه. لان المديونيه انا عايز اخد واحد. لا، للجمعيه ماشي، لانه ما ينفعش انا ابقى عضو مجلس اداره وعليا دين الجمعيه. ده كلام منطقي. لكن بنك التنميه والائتمان ليه علاقه؟ يعني ما هو معظم المزارعين واخدين قروض، واخدين قروض. بس انا دلوقتي هقول لحضرتك على مثل، لما الواحد دلوقتي انا عندي عليا قرض 1000 جنيه، يعني ليه مضايقين الحته؟ احنا مش مضايقين، ده قانون. ما انا فاهم القانون حاططها كده. ايوه، ايه الحكمه؟ ما هو لازم يكون القانون. الحكمه ان معظم المزارعين بياخدوا قروض من بنك التنميه والائتمان الزراعي على الحيازه بتاعتهم. ما هو حقهم. حقهم. بس الانسان اللي هو ذو شفافيه وعنده ايمان وعنده كده، ما بيخليش عليه دين.
ادي فانا بنتقي افضل العناصر لمجلس الاداره ان يكون ادى ما عليه مديونيه واجبه الاداب واجبه الاداب. يا فندم افرض ان انا واخد قرض لكن ملتزم بالسداد. كويس او ما انا جاي لك. انا ملتزم بالسداد. انا جاي لك. وقت يعني الابره بصفه المرشح وقت فتح باب الترشيح. يعني انا افتح الترشيح مثلا في يوليو او في اغسطس، في 1 اغسطس. 1 اغسطس ده ما يكونش عليا قرض واجب السداد. ما انا باخد القرض اسدده على ايه؟ على مراحل او اسدده على اقساط. طالما يعني يا ريت لو تعدلت النقطة دي، طالما العضو ملتزم بالسداد. ايوه ما احنا بنقبله وغير متعسر يدخل بنقبله وما يكونش عليه ديون واجبة الاداء للجمعية. يعني دي خلاص ممكن. دي موجودة خلاص يخش. يعني هو واخد قرض من البنك بس معلوش ساعة فتح باب الابرة بصفة المرشح وقت فتح باب الترشيح. اذا كان وقت باب الترشيح معلوش اقساط وهيجيب لي ورقة من البنك ان معلوش اقساط ومعلوش حاجه للجمعيه. لا هو عليه بس هو ملتزم بالسداد. ايوه بس ميعاد السداد ما جاش. تمام. فلا بيخش. يا تمام. طيب استسمحك معانا تسوقي من الشرقيه. الو اتفضل يا فندم. الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما توصلني يا بيه. ما حضرتك معانا على الهوا. انت توصلت فعلا. ما تكلمني. ما هو معايا اهو. ما كلمني اهو. انا معاك اهو. اتفضل. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه معاك يا دكتور. ماشي ماشي اتفضل. الواد احنا قريه الرواد شباب خريجين محافظه الشرقيه جنوب سهل الحسنيه. الواد سكرتير الجمعيه خد بدل المحابر ودور الختم وطلع ختم تاني والجهه الرقابيه ما عندناش اي جهه رقابيه. سكرتير الجمعيه لدرجه انه بيعمل المحاضر جوه البيت وبيغيب اللي يغيبه وما يغيبش اللي يغيبه. طب وانت سكتوا ليه تسوقي؟ يا نعم. استصلاح ولا ائتمان؟ استصلاح ايه؟ الجمعيه دي ايه؟ استصلاح ولا اصلاح؟ جمعيه الرواد. استصلاح يا بيه. جمعيه الرواد شباب خريجين. استصلاح. وطي التلفزيون يا تسوقي بعد اذنك. وطي التلفزيون واسمعني من التليفون لو سمحت. ماشي يا بيه. استصلاح. ها؟ ايوه تمام. طيب ماشي هرد له عليها. احب اقول لحضرتك على حاجه. تمام. في حاجه تاني طيب يا تسوقي؟ يا سيادة احنا دلوقتي بقى لنا 4 أشهر في مشاكل ومفيش عندنا أي جهة رقابية. أنا عاوز أقابل الدكتور جمال يقول لي أقابله فين. طيب حاضر حاضر. قول يا دكتور جمال وإحنا على الهوا كده أجي لك أمتى؟ أنا أقول لحضرتك على حاجة. أنا دلوقتي عنواننا الإدارة المركزية للتعاون الزراعي مبنى تحسين الأراضي الدور العاشر. مبنى تحسين الأراضي الدور العاشر. ماشي يا بيه. ماشي. وانا مكتبي جنب الاسانسير وعليه يافطه مش هتوه. انا بقالي 35 سنه في الاداره. ادي الدور العاشر. بس احب اوضح لك نقطه. اتفضل. ان ختم الجمعيه عهده الرئيس مش السكرتير. يا ما انا عارف. انا عارف السكرتير عهدته سجل محاضر الجلسات. السكرتير كان يا سيدنا عزيز السكرتير كان رئيس جمعيه قبل ما يكون كده وخاتم اختام محاضر على بياض وعمل فيها اللي هو عاوزه. طيب انا هوضح هرد على حضرتك نقطه نقطه. نمره واحد الختم ده عهده الرئيس رئيس الجمعيه رئيس مجلس اداره الجمعيه. السجل المحاضر الجلسات عهده السكرتير ومع ذلك انت هقول لحضرتك بس يا دكتور جمال هقول لحضرتك دي حاجه. الحاجه الثانيه انت تبع المراقبه. ايوه المراقبه ملهاش اي دور معانا خالص. في اداره الاداره العامه للخدمات الاجتماعيه خد عنوانها الاداره العامه للخدمات الاجتماعيه والبيئيه بقطاع استصلاح الاراضي هي المسؤوله عن جمعيات استصلاح الاراضي ومع ذلك احنا كمقررين لجنه الانتخابات او لجنه الانتخابات عندنا نتقبل اي شكاوى واي ردود. يا دكتور جمال انا عاوز اجي لحضرتك. طيب خلاص انت قريت العنوان اهو يا اخ تسوقي. أيوة عشان الوقت بس بيجري بسرعه. بعد اذنك اديك عرفت المكان. يبقى تعالى قابل الباشمهندس جمال. بنشكرك علشان الوقت. طيب لا نستكمل بقى يعني خطوات الانتخابات. طيب احنا قلنا الاول معانا محمد من السعوديه. معلش يا اسف. ماشي يا فندم. الو الو السلام عليكم. ازي الحال يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل سريع. طيب وحضرتك بصحه والسلامه. والله منور الشاشه. الله يخليك. انا كلمتك قبل كده على على قريه الفينس الجديده لعمل جمعيه ولا يصلحوا لنا الارض. بالنسبه للجمعيه بتاع البلد بتاع قريه برتباط ما حدش يعمل انتخابات. الموضوع بالتزكيه 5-6 انفار وخلاص. ولا نسمع الانتخابات دي الا غير منك دلوقتي. ما احنا بنتكلم انا بتكلم اهو. ما احنا بنتكلم يا حاج محمد. احنا بنتكلم عشان تصحوا لحقكم بقى. طب سجل جمعيه برتباط قريه برتباط. جمعيه ايه؟
قرية برتباط دي ما ياخدوها بالتسكي على طول، والله دي لها بتاع 50 60 سنة ما حد عمل انتخابات. 50 60 سنة كلهم بيتكلموا على الورق، الله أعلم. مش دي دي تبع دي تبع مركز إيه يا حاج محمد؟ مغاغة، تبع مركز مغاغة. مغاغة؟ على العموم المنيا كلها يعتبر المنيا. طيب في الحكاية دي. طيب ماشي، كل جمعية ياخدوها ثلاث أربع تنفر وخلاص. تمام ماشي، بنشكرك طيب حاج محمد. في حاجة تاني؟ شكرا. طيب انا هكمل بقى حضرتك بعد كده. بنقول في بعد لجنه تلقي الطلبات بعد كده في عندي فحص فحص الطلبات. بفحص الطلبات اشوف الطلبات اللي جاني دي تنطبق عليها شروط العضويه ولا ما تنطبقش. اللي ما ينطبقش بستبعده، وبعمل كشف المقبولين مبدئيا على باب الجمعيه، وبقول سبب الاستبعاد ان انا استبعدت فلان الفلاني عشان تمام كذا تمام عشان تمام ما يقدرش تمام ايه تمام يعمل معايا. بعد كده بقى انا بشوف اذا كانوا المقبولين مبدئيا دول اقل من النظام الداخلي بمد فتح باب الترشيح. انا هقول بقى حاجه بالنسبه للجامعات الائتمان. الحد الادنى 5 للجامعات المحليه، الحد الاقصى 11. الجامعات المشتركه الحد الادنى 5 والحد الاقصى 13. الجامعات على مستوى المحافظه الحد الاقصى 15. الجامعات العامه خلينا في الجامعات المحليه. الله يخليك، لان دي اللي تهمني. ما انا بقول اهو، لان دي اللي تهم الفلاح. انا بقول اهو هو بيصعد من المشترك. ماشي، بس نبدا صح الاول. لو بدانا صح هنستمر صح. طيب لكن لو بدانا غلط هنستمر غلط. على فكره في كل حاجه، مش في الانتخابات، مش في الجامعات بس. نبدا صح هنستمر صح، نبدا غلط هنستمر غلط. ان شاء الله نبدا صح. اتفضل. بعدين بقول حاجه، ان في تعديلات القانون الجديده كان في القديم ان يجيد القراءه والكتابه ويستثنى من ذلك التي الجامعات التي يتقدم لها سوى الملمين. انا في التعديلات الجديده قلنا لازم يجيد القراءه والكتابه. تمام، ده من اهم من اهم شروط. مفيش استثناء يعني، مفيش استثناء. تمام، لازم يجيد القراءه. سريعا عشان عندي 3 دقائق. حاضر. تمام، عندي 3 دقائق. انا بعد كده بعد اعلان المقبولين بتبقى بعد كده عارفين في فتره الطعون، بتبقى مرحلة الطعون دي بتبقى تحت إشراف قضائي من القاضي. أي واحد عضو جمعية عمومية، وبقولها هو بأعلى صوتي، شايف إن اللي قدامه ده لا يصلح بسبب كذا، يقدم طعن فيه. لأن أنا عايز أفضل العناصر، ما يجريش يقول إحنا ناس قرينا الفاتحة وسبناهم. الخطوة اللي بعديها، الخطوة اللي بعد كده. بعد كده بقى بتيجي الانتخابات الجمعية، انتخابات الجمعية العمومية لانتخابات مجلس الإدارة. أنا بقول للجمعية العمومية لازم تنتقوا افضل العناصر. ليه؟ لان ده المخ اللي هيمشي لكم الجمعيه، وده اللي هيقدر يقوم بدوره في الجمعيه. ده بالنسبه لايه؟ يعني حاجه على عجاله كده بالنسبه للبرنامج الزمني اللي هيتوزع على المحافظات ويتم توزيعها. بعد كده بدخل بعد كده في الجامعات المشتركه. بعد ما ننتهي من المحليات بدخل في المشتركه. لا لا، خليها في وقتها، ممكن نستضيف حضرتك بعد ما ننتهي من يعني المحليات. انتخابات المحليات هي معظمها في شهر واحد. في شهر واحد، شهر واحد اللي جاي. اللي جاي على فكره هيبقى لينا لقاء اذا عشنا مره ثانيه. انا تحت امر حضرتك قبل شهر، عشان نوعي الفلاحين، عشان برضو اللي بيتصل يقولوا ما نعرفش. طب ما دينا بنتكلم، نعمل ايه اكتر من كده؟ ادينا بنتكلم. وقبل ان شاء الله الانتخابات هنعمل حلقه واثنين وثلاثه على الموضوع ده، لان الموضوع ده مهم. الموضوع ده مهم والله. اتفضل. انا بقول بعد كده في الجمعيه العموميه ببص الاقي اتنين ثلاثه يتنازلوا. تنازل ليه؟ انت شايف نفسك تربطات بقى. تربطات. انا مش عايز كده. انا مش عايز كده، انا عايز افضل العناصر. عايز الناس اللي عندها خبره، عايز الناس اللي تنشط. طيب ارجع تاني، شروط العضويه هل متحدد سن معين؟ لا. لا. الشرط الاساسي اللي عندي ان يكون متمتع بالجنسيه المصريه وبحقوقه السياسيه والمدنيه، وان يكون ادى الخدمه العسكريه او اعفي منها. يعني يحمل بطاقه شخصيه. يعمل بطاقه شخصيه. تمام. بس يكون خدم الجيش. طبعا دي مهمه. ادى الخدمه يعني ايه ادى الخدمه؟ يعني ما يجيش واحد يقول لي ايه؟ انا تخلفت عن التجنيد وعملت قضيه ورفعوا عني العقوبه. طب ما انت تخلفت. يعني انا هشرح النقطه دي بالتفصيل، لان النقطه دي اصير عليها مشاكل وكان فيها قواضي في المحاكم. لا داعي لذكر تفاصيل. ورحت محاكم في اسكندريه ورحت محاكم في الاسماعيليه بسبب هذه النقطه. ادى الخدمه يعني ايه؟ شروط التجنيد بيبقى للانسان او للفرد المصري مثلا من 19 سنة ل 25 أو ل 30. أثناء الفترة دي أنا رحت قلت لهم أنا عايز قوات مسلحة، أنا عايز ليا شرف إن أنا أتجند عندكم. لو هم قالوا لي مش عايزينك وادوك إعفاء بسبب حالة صحية، بسبب ظروف اجتماعية، بسبب وحيد والديه، خلاص يبقى ده إيه؟ أعفي منها. أدى الخدمة يعني راح وخدم ولبس. أدي معناته أدى الخدمة أو أعفي منها. واللفظ ده بيبقى موجود في شهادة التجنيد أو شهادة المعاملة العسكرية. بلاقي ناس قالوا ايه؟ اعفي من الخدمه، واخد بال حضرتك؟ خلاص يبقى ده اعفاء. لكن اعفي من العقوبه
تخلف عن التجنيد واعفي من العقوبه، لا ده تخلف. انا مش عايز حد يكون متخلف طبعا. والنقطه دي لان الـ 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 انا بقول شروط العضويه اساسيه. وبعدين ما يقولوش الاداره المركزيه اللي حطتها. الاداره المركزيه ما هي الا جهه اداريه تنفذ اللوائح والقوانين وتراقب. والتعليمات وتراقب تطبيق هذه التعليمات. تمام اؤمر حضرتك. طيب يعني كل الكلام ده جميل جدا كويس قوي. انا ازاي اتاكد انه فعلا اتعمل على الملأ وكل الناس عرفته؟ ما تمش في غرف مغلقه، لا تم فتح باب الترشيح في غرفه مغلقه في مكتب رئيس مجلس الاداره واتقفل باب الترشيح والناس اللي اتقدمت معروفين. احنا شرطين. وبعدين اجي اعمل جمعيه عموميه برضو الناس مش هتيجي. احنا شرطين ان البرنامج الزمني يتحط على باب الجمعيه من اول فتح باب الترشيح لحد انعقاد الجمعيه العموميه. والبرامج الزمنيه كلها بتعتمد من الساده المحافظين ولازم تتحط على باب الجمعيه. فتح باب الترشيح يوم كذا، الطعون يوم كذا، تلقي الطلبات بتسلسل لحد انعقاد الجمعيه العموميه يوم كذا، واي فلاح بيروح الجمعيه. هل يا باشمهندس اتفضل، هل عندكم القدره انكم فعلا تراقبوا كل هذا ان شاء الله العدد الكبير من الجمعيه؟ ان شاء الله. انا عندي فاكس شويه قلت لا انا عشان رايح محتاج ده، انا عشان ما اقدرش اروح 5000 جمعيه. لكن لو في اي مشكله في الجمعيه انا عندي تليفون مباشر في مكتبي وعندي فاكس، واخد بال حضرتك، ومعايا الموبايل الشخصي، معايا موبايلات جميع مديرين التعاون بالمحافظات. يعني حتى لو هو في بيته بجيبه. احنا عاوزين مدير التعاون في المحافظات يتحركوا، معلش هنعمل لهم اجتماع. ضروري يتحرك. هقول لحضرتك على حاجه، احنا مخططين مع الاستاذ محمد عبد الله، ومش عايز اسبق الاحداث، ان لما يجوا عندنا بعد ما نخلص الاجراءات هنديهم الاجراءات وننبه عليهم مشددا ان لازم التعليمات تتنفذ. وانا اتمنى فعلا قبل ما تعملوا يعني في الاجتماع مع مديري ان شاء الله التعاون في في المديريات المختلفه ان شاء الله جميع المحافظات ان شاء الله، يا ريت يبقى في برنامج لعمل ندوات للفلاحين، نقعد معاهم نقول لهم خدوا بالكم في شهر واحد في انتخابات ودورك واحد اتنين تلاته. حضرتك انا رحت اسكندريه، ده مهم جدا. انا رحت اسكندريه، رحت الوادي الجديد، واخد بال حضرتك، رحت الاقصر، رحت سوهاج، لفيت كل محافظات في كل المحافظات. معظم محافظات وجميع الكوره احنا عاوزين. انا بلف من ناحيه والمهندس محمد عبد الله بيلف من ناحيه وبنحاول مدير التعاون في في المديريات ننبه عليهم، هم دول محتكين وهم اللي موجودين. ننبه عليهم والله علشان هذه الحقيقه يعني للاسف الوقت انتهى بسرعه، لكن ان شاء الله باذن الله هتكون معانا في حلقات قبل بدايه الانتخابات قبل شهر يناير. حضرتك انا تحت امرك في اي حاجه، وانا جندي من جنود مصر وعندي استعداد اسافر من اسكندريه اقصى الشمال الى اسوان اقصى الجنوب، وقلت هذا الكلام في اكثر من ندوه، لان لن تبنى هذه البلد الا بايدي ابنائها. تمام. احنا يعني للاسف الوقت انتهى سريعا، ان شاء الله في لقاءات تحت امرك قادمه باذن الله. ربنا يديك الصحة. اعتقد يعني يا ريت بقى يعني الحلقه بتاعت النهارده ناخد بالنا بقى الفلاحين ياخدوا بالهم ان شاء الله من الانتخابات القادمه. عاوزين مجالس ادارات قويه تبقى عارفه حقوق الفلاح وتقدر تساعده وتحقق له كل رغباته وتوفر له كل مستلزمات الانتاج. في نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين لا يسعني الا اتقدم بجزيل الشكر للسيد المهندس جمال حموده مدير عام الاداره العامه للتوجيه والتعاون بالإدارة المركزية للتعاون الزراعي. بشكر حجاج الباشمهندس، متشكر جدا. شكر أيضا لكم أعزائي المشاهدين على كرم المتابعة، والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره. اللهم أمين. إلى أن ألقاكم في حلقة الثلاثاء القادم بمشيئة الله، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.